مسكين ما عمل والو. مبعوت انت نصحتي. لمياء شنو عملتي؟ ايوا دابا الراجل اديو تاريخو. قول لي سوف سوف الله وما تحضروا التليفون دراجلي دابا. السلام عليكم العائله، كيف قيالين؟ مزيانين بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم فات الصباح هذا الغزال، ماشي الصباح ومشي الصباح ان شاء الصباح تكونوا شفتوا الصباح هاد العشيه هادي. المهم جبرتونا دابا ان شاء الله وجدنا، غتشوفوا في الفيديو الكريمه وجدنا طبيله وزوقنا من واحد الطليله تما. ايوا صافي دابا جبرتونا، كل واحد فين منهي، كل واحد فين شابر القنوطه. محمد عرفتوا العيال واخا عندهم مدرسه ما قدرتش نبطل لهم اليوم ونبطل لهم غدا. هاود محمد يطلعهم من المدرسه، عرفتي كانوا عي حماق قالوا والو خصهم يجلسوا، قلت لهم والو يعني جبتهم امبارح فوجنا وهذا ضروري دابا يقراو، حيت دابا عمران عنده امتحان دابا، عنده تبارك الله الخامس الاسد. ايوا صافي هادشي ما كان الاخوان العائله، غير شويه ما تسببش علينا الله يرضى عليك، غير شويه. ايوا كما قلت لكم الاخوان هادشي اللي كاين نشبر وغادي نلبس عليا ياكو وصافي باش غادي نحتفلوا ان شاء الله يا ربي ونضحكوا شويه ونشطوا شويه. كما قلت لكم محمد ويلي على كما قلت لكم ما جاب كما قلت لكم، محمد باش يجيب العيال. ايوا صافي نخليوه حتى يجي هو ان شاء الله يا ربي ونزيدوا نتجمعوا ونضحكوا ونشوفوا كيفاش ندوزوا هاد الليله هذه ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم اغلى متتبعين عندنا واحلى متتبعين، الله يحفظكم لينا. شكرا الناس اللي كتسقسي فينا والناس اللي كتبعنا في انستغرام، ضروري كتكونوا كتشوفوا ستوريز ماشي بحال الناس ديال اليوتيوب ساعه ساعه كنغبروا عليهم، والله يحفظكم لينا. ومهم انتم معنا سناحي يا المقدم. سناحي المقدم سناحي المقدم المقدم سناحي يا انا صور 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 قلنا اي لاف يو وها هو تعلم شو اسمه هذاك تعلم زيد زيد راجلك معلم، قلت لك انت عارف هذه الخصوصيه وزيد اي رد ار مار سخي عدوى من عدوى العدوى جات من عندك هذا في ما جبتيها عمكم ما كيعرف يعمل والو هذا كيعرف لا تسكت وخلي الله محمد الى قول له ميلو قول له ميلو انا نخلي لك ميلو مستعمل هذا اليوم شنو شنو اقرا بالانجلي لا لا اخرى لا ده هولندية هولندية شنو كان ميليفيا ولا شنو ميليفيا صافي هادشي اللي خسر يجي معاك الراجل شنو يعمل قميجة بحال الناس كلشي لبس قميجة سلفالك ولا ها سلفالك ولا دابا المشكلة دابا حنا ما عولناش على عيد ميلاد فهمتي عليها شي ما جابش هو القميجة الرجيلة مع الورد شوف شوف ضرب شو الحطة شوف شوف شو لك على الحافه دابا هو راجلين ما جاش كلاس فهمتي دابا حنا ما عارفينش غنعملوا ايوا راجل سبورت سبورت راجل سبورت لا كلاس لا كلاس لا سبورت لمياء شنو عملتي؟ علاش لمياء علاش؟ والمهم تأخرت دائما نهاية دائما نهاية نهاية صادمة صراحة اخوتي وهذا تسيب زول التليفون ما تجيب في الزقوم هذا وش شافوا هذا
ماشي مشكل الراجل ماشي مشكل ماشي والديك مرة داكشي انا ما ولدي ما ياخذ التليفون جيت منيا باقي جديد هذاك ولدي انا ماشي هو اختي ماشي هو انا بعدا ماشي هو اختي انت كنت عيط لك فيهم الصراحه كنقصد هذا الجيم الرجال ومشى والله العظيم وديك الساعه قلت لحتى تشوفوا له شنو عنده في الجيم ايوا دابا الراجل اديو ساريتو قول لي سوف سوف الله ما تحضروا التليفون دراجلي دابا مشى الرجالو مشى الرجال دابا خدي خليتي غير هادوما ياسين كلبستيهم دابا هو ويلي صافي مشات هادي بعد انا خفت ايوا احسن عيد ميلاد يبقى في التاريخ حق ربي زعما اش غادي نقول لكم انا ما نويتاش ما نويتكش تعملها ايفون بعدا عنده الحال انا والله ما نويتها قسما بالله قلت لا لا عندي يكون عنده التليفون في الجيم كنا نسيبوا وقبيلات والله الا على التليفون قلت عندها هذا التليفون صدق ديك التليفون سبحان الله درنا عليه كتسول اللي عطا الله عطا يا قلابه باش غيعمل لك يا لاله محمد ليه ماشي ها ايوا المهم شنو تعملوا ديا ايوا المهم الاخوان كما كتشوفوا الله اكبر كبيره كريمه ضحت و الحمد لله كاين الصفاي كاين الصفاي ها اشرف عاود كيعمل هذا عنده الحل الوردي التليفون اللي مشى عنده فيه امشي يا زعما خلي لي راجلي والله مشى ها هو مسكين ما عمل والو صدعوا تنتي نصحتي تبعوا انت انا وراجلي ما عملت والو مشيت كير غدايه هذيك مشكله دابا غادي نمشي لي لعن غزه دير غدايه الورد ديالي اه اديو العيال بقاو هنايا بحال حوت عيشوا الحياه عيشوا التليفون يتعود ان شاء الله يا ربي ماشي مشكل يا ربي انا من حق صراحه اه والله العادي واخا هيداك ضحكنا واخا التليفون مشى واخا يسبب المشاكل اديو دابا هو شفتي علاش انا اللي سيبتهم دابا هو بغى يضحك معاهم زعما يقول له الريغالو ديالك يتبعك وصدقت لم يعطاته باط وجابته بالريغالو بكل شيء دابا مشكل واخا غير شي قادو هاد الشورت ولا ما بغاش يبدل قيسو اديو ايوا واخا يا زعبوله اي قصه شفت تما في ديك التليفون المهم الاخوه اللي عطى الله هو هذا شي كلمه الاخ صراحه خوتي والله الا دوزنا عشيه بزاف واعره ياك واعره والله هادي كما كتشوفي باش اش نقول لك باقي ما قطعتش الطرطه ما قطعتش الطرطه لسان قطعوا ياك اش قال لك دابا انت اللي لا 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 صبر هذيك التليفون وجالسه تصف اديا والله الا كنسكن لا اختي ما كاينش السيكادور هنايا جبتي كاين عندك السيكادور هايت فيا بيو يا اي مرة دفعت لها ماشي انا ماشي انا زعبوله بيا يا فاطمه ايوا صيد صيد اخي معنا ايوا المهم الاخوان كما كتشوفوا كانت هذه هي الاجواء محسن دابا يطلع يلبس القندوره محسن بعدا عنده القندوره ويجي غادي يجي يقطع معكم الطرطه ان شاء الله ونكملوا